عائشة السويدي تستعد لبدء دراسة برنامج بكالوريوس التصميم، فرصة تمنحها متابعة حلمها كمصممة حيث شغفها التصميم، ودراستها لهذا المجال يمكن أن تصنع لها مستقبلا مهنيا بعد أن فازت بمنحة دراسية في معهد دبي للتصميم نتيجة مشاركتها في عمل فني يعيد إحياء حرفة حياكة نسيج السدو التراثي. حصولي على منحة دبي مول إن شاء الله بوصل لهدفي، بكون من أول مصممات الإماراتية، مصممات المنتجات الإماراتيات، وأهلي هم من أهم الداعمين لي وكانوا من أول الداعمين لي. المجالين إن شاء الله اللي ناوية أنا أدخلهم مجال التصميم المنتجات ومجال إدارة الاستراتيجية للتصميم. عائشة هي واحدة من مئات الشباب في هذا المعهد ضمن مساعي لتمكين هؤلاء إبداعياً ولإلهام المواهب الشابة لتطوير مفاهيمهم وقدراتهم، وهي مهمة أصبح يتولاها معهد دبي للتصميم والابتكار والذي يختص في التعليم والأبحاث المرتبطة بهذا القطاع. منطقة الشرق الأوسط حسب دراسة أجريت في 2016 بحاجة إلى 30,000 فرصة وظيفية في مجال التصميم بمختلف التخصصات والقطاعات، وبالتالي جاءت فكرة إنشاء المعهد حتى تلبي الاحتياج الموجود في سوق العمل خلال السنوات القادمة. وهذا الرقم اللي تكلمت عنه ما يتعلق ب 30,000 وظيفة يتم الحاجة لها بحلول عام 2019. مستقبل مهني واعد ينتظر هؤلاء الشباب، وكل حسب قدراته وحجم موهبته ودقة اختياره لمجال إبداعه. في 4 قطاعات رئيسية، هي قطاع تصميم المنتجات، تصميم الأزياء، تصميم الوسائط المتعددة، وكذلك الدراسة الاستراتيجية، الإدارة الاستراتيجية للتصميم. من هواية إلى صناعة يتحول مجال التصميم ليعطي فرصة للشباب لإيجاد قطاع يسهم في تكوين فرص استثمارية لهم وصقل المواهب التي تحتاج إلى الرعاية في المنطقة. مصطفى سكحال لبرنامج اليوم على الحرة، دبي.